بنزين احنا صار لنا تقريبا 10 دقائق ربع ساعة بالسرة، والحمد لله وصلنا للبنزين خانة. ان شاء الله تنفرج الأزمة، واحنا بالحقيقة الموصل يحتاج انه يزيدون ساعات تشغيل المضخات، اما كان ما 12 ساعة خلي يكون مثلا 20 ساعة تشتغل المضخة حتى نقضي على أزمة الوقود. إضافة لذلك أن الموصل تقع منطقة حدودية قريبة على الإقليم، قريبة على الحدود، فهناك تهريب يصير دائما للبنزين. هي أزمة حقيقية الحقيقة، أنه موجودة من زمان هاي الأزمة، نتمنى أنه تنحل هاي الأزمة إذا سيطروا على التهريب، وبالتالي نريد يكون البنزين مستقر، يعني بحيث المواطن يجي يفول بسهولة وبسلاسة. والله صار 10 دقائق ربع ساعة بالسرعة. زين أحسن من اليومين ثلاثة. قبل ايش الطول؟ والله طول ساعتين ساعة ونص بالسرعة، لا تصل ما تصل. حاليا لا هسه زين 10 دقائق ربع ساعة صار. أقل زمن ربع ساعة. شو طالبون المسؤولين؟ والله ايش طالبوا غير على البنزين على الجاز، نطالب شوية تخف الزحمة. والله السرعة عادي نظامي، و10 دقائق أنا صار لي واقف تقريبا فتت بالباب. طبعا طبعا قبل يومين كان الزحام طويل والله. والله قبل 3 أيام وقبل ساعة ونص تقريبا على مراكش. فولت؟ اي فولت اي يوم الجمعة، بس اليوم لا السرعة نظامي. عاد شو الطالب شو تتمنى انت دائما؟ والله نتمنى تقدم ان شاء الله، والشون يعني نقول الاوضاع تبقى طبيعيه ان شاء الله. ان شاء الله انفرجت ولو ما طولنا، يعني اسال عن السرعة مال البنزين قليل جدا. الحمد لله. شلون نسيطر على الازمه؟ يعني سيطروا على الاسواق السوداء وسؤال الاداره يعني. شلون نسيطر؟ والله يوفرونا ابسط الشغلات هاي لنا. والله هي تقريبا حاليا زين اليوم وباكر الله كريم. والله تقريبا ربع ساعه ما اكثر. زين. اي لا لا زين. شلون نسيطر على الازمه؟ والله يا الشمال جاي ياخذ البنزين مالنا، جاي يتهرب. شو طالب؟ خلي يزودون الحصه في امان الله.